طيب في البداية كابتن سباعي من وجهة نظري الشخصية هو شوط سيء جدا، صفارات الحكم كتيرة جدا، ألعاب هوائية كتيرة جدا، شفنا في البداية فرانك ستيفن خبط واحد وكنا قلقنا، شفنا صلاح أمين طالع بالكوع مع محمد جبر، شفنا في عبد العزيز توفيق اشترك مع صالح موسى اعتقد في واحده رفع فيها الستادز الجزمه وجت في وسطه، فالكره عاليه كتير جدا فوق على مش ما فيش كره على الارض. دي نقطه. والدليل على ان ما فيش كره كتيره يا سباعي، لما تيجي تفكر في وتبص ايه ابرز واخطر فرص على المرمى هتلاقي ان هم ثلاث فرص بالظبط اخطر فرص على المرمى، اتنين لطلائع الجيش وواحده للرجاء والثلاثه من العاب ثابته، ضربتين ركنيتين، واحده اتعملت قبل الجول اتلعبت على القائم البعيد حطها محمد فاروق وبعد كده ردت ل محمد رزق عفوا، وبعد كده عاصم صلاح حطها بشماله فوق العارضه، الثانيه اللي جه منها الجول بتاع معتمد، وحتى تسديده صالح موسى اساس اللعبه سباعي هي رميه تماس مدافعين طلائع الجيش طلعوها حط فيها وش رجله صالح كابتن ناجي بيلحقنا، ادي اول واحده اللي سددها محمد رزق وبعدين كملها، غريبه جدا كمان انها جت لعاصم على رجله الشمال، غريبه على عدلته، انا كنت فاكر ان عاصم هو اللي شاط الاولانيه لكن عاصم طلع هو اللي الثانيه. دي اول واحده اخطر فرصه في اللقاء طبعا بخلاف الجول، دي محمد رزق سدد وراحت لعاصم وعلى عدله جسمه والشمال والشبكه فاضيه، والثانيه دي الجول بقى، لا دي والثانيه برضو الجول من نفس الحته ومن عند نفس الرايه كمان اتلعبت على القايم القريب، معتمد طلع اخذ خطوتين وحطها، وثم تسديده صالح موسى. بحاول اقنع نفسي ان في حاجه طلائع الجيش بيشتغل عليها، بحاول وهي الطرف اليمين، احمد فوزي الظهير الايمن السابق للمصري والحالي لطلائع الجيش بيربط كويس جدا مع اسلام جمال، خبره كبيره لو حازم معانا في الاخراج تاني لعبه حازم معاك في ملخص المباراه اللي هي بعد تسديده عاصم صلاح الفاول اللي عاصم حطها فوق العارضه، هتلاقي ان في ربط كويس جدا ما بين احمد فوزي الباك رايت واسلام جمال اللاعب الاشول اللي بيلعب في الطرف اليمين، هتلاقي ان الاثنين بيربطوا مع بعض، هي ما اتكررتش كتير يا كابتن سباعي عشان كده مش قادر استند عليها، بعديها على طول يا حازم هي في الشريك هتيجي معاك، هتلاقي ان احمد فوزي لعب وما وقفش يا سباعي، بص احمد فوزي استلم في مساحه ربط مع اسلام جمال وما وقفش، اتحرك خلق له مساحه عشان يشتغل واحد ضد واحد، ربطوا مع بعض اتحطت دخله في العمق كل ده مكمل اخد الكورنر ده دي الضربه الركنيه هتقع من ايد الجول وهتروح ضربه ركنيه دي الضربه لا دي اللي الضربه الركنيه الاولانيه اللي قبل الجول اللي هي بتاعت عاصم صلاح فبحاول اقنع نفسي ان المشهد ده هو اتكرر مرتين بالظبط، فبحاول اقول ان بحاول اقنع نفسي ان طلع الجيش بيشتغل عليها لكن للاسف مش شايف اي ملامح ككوره للرجاء.